أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن زيارته لعدد من الدول هي لمصلحة الشعب العراقي، مشيرا إلى أنها لم تأتي للتعدي على أي دولة. وقال الصدر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شيوخ عشائر عقده اليوم في منزله بمنطقة الحنانة في النجف، قال إن الشيوخ وزعماء العشائر العراقية العربية يرحبون بالانفتاح على المحيط العربي. وأضاف الصدر أن زيارته لعدد من الدول لم تكن للتعدي على أي دولة. سيد رئيس الوزراء أكد أخيرا لا نحارب تركيا ولا نحارب السعودية ولا نحارب، هذا مبدأ الحكومة والسيد الله يحفظه، يعني بعد زاد هالمجال. فإحنا مع الجمهورية الإسلامية اللي مدتنا بكل الإمكانيات لمساعدة الشعب العراقي ضد الأشرار ضد الطغاة الدواعش، ونشكر مرة أخرى سيد مقتدى الصدر على دعوته للسادات وزعماء القبائل، والله يطيل في عمره وينصره على القوم الكافرين وعلى الدواعش. شيخ علي البرهان تفضل. شيخ علي البرهان تفضلوا هنا. تفضلوا ابو شيخ معد ما يخالف، تفضلوا هنا، تفضلوا صدوركم العربي والعراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة فرصة ثمينة نلتقي بها مع سماحة السيد مقتدى الصدر حفظه الله، وإن شاء الله خطواته الشجاعة اللي جسدت طموح الشعب العراقي الحقيقة، ولا ننسى الدور يعني الذي مد به جسور العلاقة مع كل الدول العربية وكذلك مع الدولة الإسلامية الجارة إيران التي لها فضل علينا نحن أبناء محافظة ديالة، ولا ننسى الدور المتميز الحقيقة والحدود التي فتحت أمامنا، حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمساعدة الشعب العراقي في محنته بعد أن جاءت هجمات شرسة تستهدف الشعب العراقي. لذا نبارك هذا المشروع الوطني الكبير لسماحة السيد، وندعو الله أن يحفظه ذخرا للعراق وذخرا للأمة العربية. وشكرا. الشيخ علي البرهان رئيس قبيلة العز. إن للتاريخ رجاله المحنكين الذين أبوا أن يعيشوا على هامشه وحواشيه، وصاغوه بالعزم العزوم إقداما لا إحجاما وكرا لا فرا، فنالوا بذلك عز الدنيا وبشرى الآخرة. والعشائر العربية في مقدمة هذا الاصطفاف، وعشائر الفرات الأوسط على وجه الخصوص. مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، وهذه الخطوة المباركة انفتاح العراق على محيطه العربي، وإن شاء الله 35 مليون يباركون هذا الاتجاه إلا من عدا وبغى واستكبر من خدم الأجنبي وعبيد المحتل. غسان عبود الهمص البوسلطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئنا من الأنبار، من محافظة الأنبار الجريحة إلى مدينة الإمام علي النجف الأشرف عليه السلام، بدعوة من سماحة السيد مقتدى الصدر لنساند هذه المبادرة الكريمة، وهذه المبادرة بالانفتاح على العالم العربي ليس ضد أحد ولا ضد جيران ولا ضد أي أحد، إنما انفتاح على جميع الدول المجاورة العربية وغير العربية، ونساند كل خطوة جبارة، ونتحدث باسم قبائل اليم عموما ورجال الصحوة خصوصا، ونبارك خطوة سماحة السيد المباركة. وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان اليوم لقانا مع سماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله، تأييدا لخطواته المباركة بالانفتاح على المحيط العربي، واجتمعت مشايخ العراق وساداتهم من أجل الدعم هذه الخطوة المباركة التي أقدم عليها سماحة السيد، وكذلك انفتاح على كافة الدول الإقليمية والعربية وتمتين العلاقات مع دول الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وكذلك عدم تدخل الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وحسب ما ينص عليه قوانين الأمم المتحدة، ولكن نمد جسور المحبة وجسور التواصل مع هذه الدول، كانت الدول العربية الجارة وغير الجارة، وكذلك الدول الإسلامية المجاورة
الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية. حقيقة امتداداتهم موجودة وعلاقاتنا موجودة وتبادل التجاري موجود، فإن شاء الله نبارك هذه الخطوة ونتمنى إلى مزيد من التقدم والتواصل مع كافة الدول العربية والإقليمية الموجودة. احنا باسم عشائر بن حتيم نقدم شكرنا وتقديرنا لسماحة السيد على هاي الخطوة اللي هي أكثر من جريئة مثل ما ذكر سماحته قبل قليل. احنا أهل السماوة أكثر المستفيدين راح نكون إن شاء الله، لأنه أكبر معبر مع السعودية من الجانب الاقتصادي راح نستفاد، حتى تقضي على البطالة وآلاف الطلاب وخريجي الجامعات والبطالة اللي راح إن شاء الله توفر فرص عمل. وإحنا باسمنا وباسم عشائر بن حتيم وأهل السماوة والمثنى بشكل عام نشكر سماحتك سيدي رحم الله والديك. مشكور الله. شكرا لكم جميعا. شكرا. تريد أن ترى المزيد من الفيديوهات على قناتنا؟ نحن نساعدك على ذلك. اضغط على أيقونة الجرس، ستكون على يقين أن كل الأصدقاء هنا، ومن ثم ستحصل على إشعارات بالإصدارات الجديدة. للمزيد اشترك في قناتنا لمشاهدة كل ما هو جديد وممتع.